ذلكم الرجل كما في الصحيحين الذي لما حضر القتال ما ترك شاذة ولا فاذة، حتى قال بعض الصحابة لما قتل قالوا يا رسول الله ما جزى أحد منا مثل ما فعل فلان هذا اليوم، قال إنه من أهل النار. سبحان الله. لما؟ لأنه أصابته جراحة فجزع منها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث.